الو، السلام عليكم. لك حس الاخبار؟ تمام الحمد لله. لا والله يا حس، انا خلاص اتمرنت في البيت يا ابني. انا ما اتمرنش في الجيم بقالي بتاع 9 سنين. كل الترانسفورميشنز بتاعتي بعملها من البيت كله يا ابني. لا بقول لك ايه، انت كده بقى ايه، عايز تعرف الفول ستوري؟ طب ما تعدي عليا كده احكي لك. ماشي، مستنيك. السلام عليكم، ازيكم شباب، واهلا بيكم في فيديو النهارده. انا اسمي ماجد محمد، عندي 27 سنه، تخرجت من هندسه العاشر من رمضان قسم كهرباء، وحابب النهارده اشير معاكم قصتي. الموضوع ببساطه بدا سنه 2011. ابتدينا طبعا كلنا شباب في بعض، تبقى اصحابي من هنا على اصحابي من هنا، يقول لك تعالى ننزل الجيم، تعالى نتمرن مع بعض، ومن هنا بقى ابتدى الهوس بتاع الجيم. في الاول طبعا ابتديت بالالتزام زي اي حد بتنزل اول مره، بتلاقي الناس بقى بتبوش ومش عارف ايه وبتزق وانت مش فاهم حاجه طبعا، وده اللي بوظ لي مفاصلي خالص. يعني كويس ان مفاصلي ما بتقطعش دلوقتي في الفيديو، بس انا عاده اصلا مفاصلي بايظه تماما. اللي كنت بشيل الاوزان بقى اكتر من اوزاني، ما كنتش فاهم، فمفيش اي ساينس في التمرين. يعني انت بتاكل زي الحمار، بتنزل تتمرن زي جاموسة وتشيل أوزان أضعاف، طبعا ما فصلك خالص. طيب الفكرة إن الجيم كان بالنسبة لي مش سستينبل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا ما قدرتش أواظب عليه all year long. يعني ما قدرتش في فترة مثلا الميد ترمات، في فترة الفاينلز، الكلام ده كله كان بيبقى فيه سيت باكس، ما بقدرش أتمرن. من هنا بقى بدأت فكرة ان انا اعمل ريسيرشز واقرأ عن الدايت، ابتدي اعرف يعني حاجات، معلومات اكتر، اديك ديبر. عرفت بعد كده بقى قدام ان الدايت ده هو الكل في كل، حرفيا انت عايز تولك بالدايت، عايز تكت بالدايت، عايز تمنتين الويب بتاعك بالدايت. الناس كلها بتتمرن في الجيمز، بس ليه ده فيزيك حلو وده فيزيك زي الخرا؟ يعني ايه اللي بيفرق ده عن ده؟ بدأت أعرف بقى إيه هي الوصفات السحرية، أو إيه هي الحاجات اللي بتخلي كل واحد مختلف في الفيزيك، لأن الناس كلها بتتمرن ودي حاجة كومن مبدأ. فجيت دماغي قلت طب أنا لو مش قادر أتمرن في الجيم، طب أنا كده لو ربطت التمرين بالجيم وبطلت أروح الجيم، أنا كده شكرا فلح، مفيش تمرين. رغم ان انا يعني اتعلمت اكل كويس، بس في نفس الوقت ما بتمرنش. فعلى مدار التسع سنين اللي فاتوا دول كنت بجرب على نفسي، بعمل اكسبيرمنتيشن على جسمي، اتخن شويه اخس شويه اتخن شويه اخس شويه، لدرجه ان انا عملت اول ترانسفورميشن اللي كانت سنه 2012 تقريبا. وصلت لمرحله رهيبه جدا من الناشفين، كل الناس كانت بتقول لي انت ممكن تخش بطوله بالناشفين اللي انت فيه ده، يعني اقل من 10% كنت ناشف نشافين رهيب. فقلت لا، طب ما انا كده بقى ايه، التمرين ده ما مربوطوش بالجيم. طب ما انا ممكن اتمرن في البيت، ليه لا؟ فابتديت اتمرن في البيت فعلا، وبعدين الموضوع بقى يجيب نتيجه. انا بتمرن وفي نفس الوقت مش هقول لك بقى انا بكبر وبقيت بادي بيلدر والكلام ده، لان انا اصلا كده جسمي صغير، بس لقيت في فرق، لان النيوتريشن صح، الاكل اللي انا باكله صح، فبالتالي عملت فورمه كويسه. خلاص اجتازنا المرحلة دي، بقيت اتمرن في البيت. نتكلم بقى على الدايت. انا اكتر فترة كنت بستيك تو ذا دايت كان بتبقى 9 شهور 10 شهور. بعد كده باخد اوف حوالي 5 شهور، باكل اكل البيت بقى اللي هو العادي، فبتخن وبص ببوظ الدنيا، بزروط الدنيا. طيب ليه ده كان بيحصل؟ لان ببساطة الدايت ما كانش سستينبل، ما كانش اقدر اكمل بيه بقيه حياتي، مش لايف ستايل. حاجه انت بتعملها لفتره معينه وبعد كده بتقول اه ده انا هستنى التشيت داي اللي جاي قريب علشان ايه، ابقى اكل اللي انا نفسي فيه. لان في الدايت طبعا انت محروم ومش قادر تاكل حتى يعني حاجات ايميتيشنز او حاجات قريبه للحاجات اللي انت بتحبها، البيتزا والسينابون والكلام ده كله. فكنت ببقى اي قشطه، ببقى عامل دايت، وفي الاخر خالص بتلاقيني نخيت وبتخن، ويعني ممكن اجيب مثلا 10 كيلوز او 15 كيلوز، وانا اصلا عشان جسمي صغير بيبان على وشي جامد جدا. فالموضوع بدا يرتبط بالنفسيه،
ده انا وشي دخن، انا مش عارف ايه، انا شكلي بقى، انا جنابي مش عارف زادت ازاي. فالموضوع بقى مزري حرفيا. تمام، ده بالنسبه لل الاون اوف. فقعدت 8 سنين على المواد الدقيقه، اللي هو بقى بنشف وبتخن، بنشف وبتخن، لدرجه ان انا مش هتصدقوا اللي انا هقوله ده، لدرجه ان انا حرفيا انا بقى في الدولاب بتاعي ليا هدومين، يعني مقاسين، مقاس من وانا تخين ومقاس وانا ناشف. فترة ببقى حالي قرعة وببقى ناشف زي دلوقتي، وفترة تانية ببقى مطول شعري ودقن ووش كبير، لدرجة في ناس في الشارع، والله مش بهزر، في ناس في الشارع ممكن ما تعرفنيش، لان انا حرفيا ببقى بشخصيتين، وطبعا كل واحدة منهم ليها المساوئ بتاعتها وليها المود سوينج بتاعها والقرف بتاعها. طيب، فابتديت زي ما قلت لكم ايه، اتخن وخس اتخن وخس اتخن وخس. بعد كده الموضوع بدا بقى ياخد معايا النكست ليفل. قلت طالما انا كده عرفت عن جسمي وبقى عندي معلومات الكافيه ان انا افيد جسمي، طب ما انا افيد صحابي، ليه لا؟ يعني الموضوع انترستينج وانا بحبه جدا، فليه لا؟ ايه افيد صحابي، مفيش مشكله. ابتديت واحده واحده ناس معايا في الكليه، ابتديت اقول لها على نظام غذائي، نظام تمرين، بدا جسمهم يتغير، بدا يطلع لهم 6 باكس. الموضوع بالنسبه لهم بقى حاجه وهم، انا اول مره في حياتي اشوف 6 باكس، ايه ده تغير تحفه، مش عارف ايه. من هنا بقى جت فكره ان انا ان شاء الله باذن الله باذن الله هدفي الاول هو تغيير اللايف ستايل او الهابتس، العادات والتقاليد، لان العادات والتقاليد يا جماعه اللي احنا نشأنا فيها هي دي الاساس. انت نشأت في بيت بياكل محشي، بياكل بيتزا، بياكل كوارع، ممبار، مش العيب ان انت بتاكل الكلام ده، بس العيب ان انت ما تبقاش فاهم جسمك بيشتغل ازاي، وفي نفس الوقت ان انت بتدخل كالوريز كتيره جدا جدا جدا، فالطبيعي ان انت تبقى اوبيس او دي. ببساطه شديده يعني قصتي وليه انا ابتديت اليوتيوب شانل، ان شاء الله قصه اليوتيوب شانل ديت انا عندي طموح كبير جدا فيها، ربنا سبحانه وتعالى ثم فيكم طبعا، ان انا هوصلها للمليون متابع او مشترك. ليه مليون متابع او مشترك؟ لاني انا نيتي والله يا جماعه ان انا ان شاء الله باذن الله اساعد كل الناس، واغير يعني اغير نمط الهابتس بتاعت الناس، او اغير لهم حياتهم. انت لو عندك النولج ديت ان انت تقدر تغير حياتك، انا غيرت انا حياتي فعلا اتغيرت، وليه ناس صحابي كتير جدا حياتهم اتغيرت بسبب الدايت والتمرين والكلام ده. فليه لا؟ ليه ما ننشرش الموضوع ده على نطاق واسع اكتر، بحيث اننا وانت والناس كلها نقدر نغير حياتنا للابد ونعيش في حياه صحيه للابد. لو وصلت لاخر الفيديو يبقى انت كده بطل وقدرت تستحمل كل الكلام اللي فات. اطلب منك طلب بسيط بس، يعني دعمك البسيط باللايك، وفي نفس الوقت اعمل سبسكرايب للشانل وتدوس على زر الجرس، علشان ان شاء الله يبقى في فيديوهات جايه كتير جدا انترستنج، لاكلات، لوصفات، لتمرينات، كلها في البيت زي ما قلت لكم. فلو حد ما عندوش وقت الموضوع ده بالنسبه له هيبقى السيفير. شكرا ليكم، شكرا.